السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم مع اليوم الثاني ودرس جديد بعنوان آداب الطعام. هيا بنا نبدأ بالقرآن والدعاء. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. أما عن دعاء الطعام: اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار بسم الله. خطوات الدرس: القرآن والدعاء وعرض الهدف ومناقشة التهيئة. عليك أن تستنتج ضرورة الطعام لاستمرار الحياة وتذكر واجبك تجاه الطعام. أخيرا تذهب إلى ملف الأنشطة وتختار النشاط المناسب لك. التهيئة: قدرة الله تعالى في الخلق. حدد الأشياء الضرورية لاستمرار حياة الإنسان من خلال الصور التي أمامك. أحسنتم. الطعام والشراب، الماء والهواء. هدفك اليوم أو مهمتك اليوم: توضح ضرورة الطعام استمرار الحياة مبينا واجبك تجاه الطعام. دورك بعد مشاهدة الفيديو: تذكر أهمية الطعام لاستمرار الحياة وكيفية المحافظة عليه. شاهد ثم تحدث عن المحافظة على الطعام. أم راح جعلنا. الحمد لله، لقد شبعت. لكنك لم تنهي طعامك بعد، ماذا ستفعل به؟ سأرميه في سلة المهملات. هل تعرف كم شخصا عملوا بجهد حتى يصل الطعام إلى طبقك؟ عندما ترميه فإنك ترمي معه جهد المزارع واللحام وسائق الشاحنة وعامل التحميل وجهد ماما، كما إنك ترمي الكثير من المال. هل تعرف أن هناك غازات مضرة تنبعث من بواقي الطعام المرمية تمرض الأرض وترفع حرارتها؟ وهل تعرف أيضاً أن من كل 8 أشخاص هناك شخص جائع لا يستطيع تأمين طعامه؟ وإنك حين لا ترمي الطعام تساهم في إطعامه بطريقة غير مباشرة؟ أنا آسف، ماذا علي أن أفعل بهذا الطعام إذن؟ احفظ ما تبقى في الثلاجة وقم بأكله عندما تجوع مجددا، وفي المرات المقبلة قلل من الكمية التي تضعها في طبقك. وأنتم أصدقائي، إياكم ورمي الطعام، احفظوا النعمة حتى يحفظها الله عليكم. إلى اللقاء.
الآن جاء دورك، أخبرني ماذا فهمت من الفيديو السابق. كيف عليك أن تحافظ على الطعام؟ نباتات ذكرت في القرآن الكريم. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون. والآية الأخرى: فيها فاكهة ونخل ورمان. الآية التي تليها: وعنبا وقضبا. الآية التي تليها: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، وطلح منضود. هذه النباتات التي ذكرت: التين والزيتون والرمان والعنب والتمر، هذه من النباتات التي ذكرت في القرآن، وتعد هذه النباتات من أهم الأغذية التي يجب تناولها يوميا. وتتميز الفواكه وهذه الأصناف بشكلها ولونها وطعمها اللذيذ أنها تقوم بدور مهم جدا في جسم الإنسان، وهي تقيه من الأمراض وتمده بالطاقة والنشاط. مع الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب الرسول صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعيب الطعام أبدا، إن أحب هذا الطعام أكله، وإن لم يشتهي هذا الطعام يتركه ولا يعيبه، لا يقول هذا طعام سيء، لا يتكلم عن الطعام بهذا الكلام، يترك الطعام ولا يأكله. واجبنا تجاه الطعام، ماذا علينا أن نفعل تجاه الطعام وكيفية المحافظة عليه؟ علينا شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة وعدم الإسراف فيها، وعلينا أيضا احترام ما تبقى من الطعام، وإما علينا أن نحفظه أو نعطيه لمن يأكله من الناس المحتاجة. فإن لم يكن بجوارك أحد المحتاج، احفظه إلى أن تحصل على أحد يستحق هذا الطعام، ولكن لا تلقيه في القمامة. وعليك أيضا عندما تذهب إلى الطعام، عليك أن تأخذ حاجتك فقط، عليك أن تأخذ حاجتك فقط حتى لا يتبقى منك طعام ولا تحتاجه بعد انتهائك وتفعل أو تلقيه في القمامة. فعليك أن تحافظ على الطعام وعدم الإسراف فيه. مع القرآن الكريم قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ما الأمر الوارد في هذه الآية؟ بما أمرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية؟ أمرنا بأن نأكل ونشرب. وما النهي التي الوارد في هذه الآية؟ أن نأكل ونشرب ولا نسرف في الطعام، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحب المسرفين في الطعام. سؤال التحدي: ماذا تتوقع لو أن الجميع حافظوا على نعمة الطعام؟ ماذا سيحدث؟ اقترح حلولا لمشكلة الإسراف في الطعام. اقترح حلولا لمشكلة الإسراف في الطعام. التفكير الناقد: عليك أن تنقد تصرف هذا الولد مع ذكر الأسباب. ماذا يقول هذا الولد؟ أنا أكره هذا الطعام، إنه طعام سيء. ما رأيكم في كلام هذا الولد؟ كيف نقوم بالرد عليه، تقديم النصيحة له؟ بالواقع، ماذا يحدث إذا أسرفنا في تناول الطعام؟ أكلت كثيرا ولم تكن جائعا، ماذا سيحدث؟ فكروا جيدا للإجابة على هذا السؤال. الربط بالإمارات:
الشيخ زايد رحمة الله عليه كان كريم مضيافة، ولكنه لم يكن مسرفا، وكان يحافظ جيدا على نعمة الطعام. ماذا تفعل في المواقف التالية؟ وجدت طعاما كثيرا أمام أخيك الصغير، ماذا عليك أن تفعل؟ سقطت منك التفاحة على التراب أثناء تناولها، ماذا عليك أن تفعل؟ عند النوم تذكرت أنك لن تغسل أسنانك. وجدت علبة حلوى في الثلاجة منذ فترة طويلة لم يأكل منها أحد، ماذا عليك أن تفعل في هذه المواقف؟ وأخيرا التقييم الختامي، ماذا تفعل في المواقف التالية؟ أرمي الطعام الزائد في السلة. يسرف خالد في استخدام الماء. يقول أحمد: لا أحافظ على الطعام لأنه كثير. لم يعجبني الطعام فأرميه على الأرض. ماذا تفعل في هذه المواقف؟ كيف عليك أن تقدم نصيحة لهم؟ وأخيرا جاء وقت الأنشطة. اذهب إلى ملف الأنشطة واختر النشاط المناسب لك وقم بحله وأرسله إلى معلمك. شكرا لكم صف ثالث، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.